يقول السائل: عند بني قوم عادة، وهي أن المرأة منهم إذا مات لها عدة أبناء على التوالي فإنها تخرق أذن المولود الجديد وتعلق فيه حلقة نحاسية، يزعمون أنها تبقي المولود حيا، فما الحكم بارك الله فيكم؟ هذا من عمل الجاهلية، هذا من عمل الجاهلية الباطل والاعتقاد الباطل، ولا يجوز هذا العمل، لأن هذا من تعليق التمايم التي يتقى بها العين ويتقى بها المرض، وهذا من دين الجاهلية الذي أبطله الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، دعاء، هذا دعاء عليه، قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا، رأى رجلا في يده حلقة أو حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، يعني الحمى، يلبس هذه الحلقة أو هذا الخيط يتقي به الحمى، يتقي به الحمى، يظن أنه يدفع الحمى. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فالواجب التوكل على الله جل وعلا وترك هذه الخرافات والعادات الجاهلية، الواجب التوكل على الله وترك هذه العادات، تعليق الحلق، تعليق الخيوط، تعليق التمايم، كل هذا من أمور الجاهلية المخالفة للعقيدة، عقيدة التوحيد. والإسلام جاء بإبطال هذه الأشياء لأنها تخل بالعقيدة، تخل بالتوحيد. الواجب على المسلمين أن ينبذوها وأن يحذروا منها غاية الحذر.